وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه شويه بساطه وسهوله. شيخ المحشي. شيخ المحشي ازاي نطلق عليه شيخ المحشي؟ بالتاكيد يستاهل. ده بتنجان عروس بنحشيه لحمه مفرومه من غير رز ولا خضره وشويه مكسرات. بتنجان لحمه مفرومه وهنعمله فته. هنعمله فته بالزبادي. طبعا هنا الموضوع ما فيش شوربه لحمه ولا اي حاجه، بس هنشوف نعمل ازاي طبق فته لطيف وجميل بشيخ المحشي اللي هو البتنجان. معانا النهارده فطاير، مش هخليكي تعملي عجينه ولا تستنى علينا التخمير خالص. معانا التوست الجميل ولكن لازم يكون طازه وطري، ونشوف ازاي نعمل الفطاير بالزعتر واللبنه، حاجه لطيفه تفطري بها الصبح وجبه عشاء مع حته بطيخه زي الفل تمام. معانا كيكه النهارده انا مسميها الكيكه الشقيه، كيكه من غير بيض، هتاخد زبده هتاخد حليب هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونستغنى عن البيض لان في بعض الافراد او بعض الناس مش بتحب وجود البيض في قلب الكيكه. بعد ما بتستوي الكيكه بتبقى ريحه البيض في قلب الكيكه، فخلونا ازاي نعمل كيكه النهارده من غير بيض وتبقى برده لطيفه وجميله ونشوفها مع بعض. ممكن نقدم معاها فروت سلطه حسب الرغبه. حلقات النهارده فيها تفاصيل، فيها معلومه غير معلومه، وبطريقه بسيطه كمان وبدون تكلفه. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير او تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف هنبدا الحلقه بتاعت ازاي. طبيعي انت لو عندك دخلت المطبخ بتاعك وعايزه تعملي الاكل ده النهارده دايما بيسالوني في الاربيز هتبدا بايه يا شيف. السؤال ده مهم جدا وسؤال ذكاء. انت عندك التايم بتاعك او الوقت اللي انت محددها تقف في المطبخ تقريبا ساعه زمن، فهتبداي بايه؟ هنا عندنا كيكه بدون بيض، ولازم لما تكون بيض هنشوف ازاي هنعملها، ولازم تتعمل بتكنيك عالي عشان نضمن ان هي تطلع فوق ما تبقاش هابطه. ومعانا الشيخ المحشي الجميل الحلو ومكوناته في متناول الجميع، ومعانا فطاير. الطبيعي لازم ابدا بالكيكه. الكيكه هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. مكوناتها على الشاشه، كوبايتين دقيق، واحد كوب من السكر البودر، معانا بشره برتقان، ومعانا عصير برتقان، ومعانا بيكنج باودر معلقتين، وخلص الكلام. والزبده بتاعتنا هي التركايه بتاعت الموضوع. حلو الكلام. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. تعالوا نشوفوا نعمل ازاي كيكه البرتقان بدون بيض، ولكن هتاخد زبده هتاخد حليب حلو قوي. اول حاجه عندي في المقادير زبده وسكر باودر مع بشره البرتقان. المكونات دي، الزبدة هنا أنا حطيتها على النار سيحتها مخرجنا الجميل، دي هي التركاية. الزبدة لما تيجي تسيحها يا ست الكل بتحط لها معلقتين من الحليب أو كمية الحليب اللي أنت هتستخدميها، دي مهمة جدا على فكرة علشان الزبدة ما تتحرقش منك وتسيح وتستخدميها زي ما أنت عايزة، بتعملي صينية بسبوسة بتعملي كيكة حسب الرغبة. أدي الزبدة معانا هي زي الفل، دي الزبدة مقاديرها لوحديها وحطيت على الزبده الفانيليا، الله عليك يا عم الشيف. وحطيت على الزبده فانيليا. زبده وفانيليا وشويه حليب، سيحتهم كده على النار بالشكل ده كده، دي جاهزه معايا. هناخد السكر البودر هنا. نعم يا غالي. السكر البودر غير السكر الخشن. سؤال حلو قوي. ليه سكر بودر مش سكر خشن كالعاده؟ الكيكه بتاعتي ما فيهاش بيض. فوجود السكر الخشن مع البيض بيساعد على ذوبان البيض وعمل الرغوه بتاعته اللي بتخليه يبقى معايا هش. انا حطيت قشره البرتقال مع السكر البودر، بنزل بالزبده السايحه حلو قوي، اقلبهم مع بعض اللي طبعا اللي هيفتح التلفزيون دلوقتي وجاي متاخر شيف بيعمل ايه كيكه بالبرتقال بدون بيض، على طول هيجي على تخيلنا ان دي ده مكوناته فيها بيض بالشكل ده كده طبيعي، حتى المخرج افتكر ان في بيض هنا دي زبده ساحت مع حليب مع فانيليا، حطيتها على سكر بودر، الدوبان شغال زي الفل، دي خطوه اولى. حلو قوي اقلب كويس، ده بالسكر مع الزبدة مع الفانيليا، نشوف القوام كده عامل ايه هو ده شفت هو ده القوام.
بننزل هنا بشويه عصير برتقال. كيكه حلوه الصبح جوزك مستعجل ونازل على الشغل، شريحتين كيك حلوين كده لطاف مع كوبايه القهوه بتاعته او كوبايه الشاي كده، صباح فل وجميل. دي مقادير خليها على جنب. المقادير الاخرى التانيه كوبين من الدقيق، ونحط عليهم البيكنج باودر ونقلب البيكنج باودر مع الدقيق ونتاكد من الخلط جيدا. تقليب البيكنج باودر مع الدقيق زي الفل يا عم الشيف. الاثنين بنعرفهم على بعض. حلو الكلام؟ معانا مقدارين او شكلين او جزئين، جزء سوائل وجزء التاني مواد جافه اللي هو الدقيق والبيكنج باودر، وللامانه مع رشه ملح صغير. ونسيبهم على جنب كده علشان التركايه اللي جايه مهمه كمان. ايه يا عم الشيف؟ اتاكد من ان الفرن بتاعي درجه حرارته 180 وجاهز، أأمن عليه تمام زي الفل. يعني وارد ان الفرن ما يكونش جاهز، خلي المقادير زي ما هي كده لغايه لما يسخن. في بعض المشاكل بتحصل معاك في المطبخ انك تخلطي الاثنين على بعض وتتفاجئ ان الفرن مش سخن او مش جاهز، فبتنتظري حتى الفرن يسخن. هنا البيكنج باودر بيفقد شخصيته، ما بيقدرش يلعب الدور اللي هو مقام بيه او الدور المكلف بيه اللي هو هشاشه الكيكه ورفع عن الكيكه وتبقى معاكي هشه وزي الفل. فلما وجوده في المواد السائله بيهدى خالص وخلاص وظيفته بتنتهي. فلازم الفرن هنا تبقى درجه حرارته 180 وجاهز قبل ما اعرف الاثنين على بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه معانا القالب اللي هنحطه في الفرن يكون جاهز ومتحضر. بتتهنيه زبده او سمنه مع شويه دقيق بالشكل ده كده. اللي انا بقوله ده بيحصل معاكي في المطبخ وبتلاقي نفسك غرقانه في شبر ميه. ادي القالب دهناه زبده او سمنه وحطينا فيه دقيق وجاهز معايا. بس ابدا اعرف الاثنين على بعض كده بقلب جامد، ما عنديش اي مشكله. هاخد الاثنين مع بعض، ننزل بالسوائل دي كده. الله، هو ده. ونقلب سريعا. وانا شغال عايز اقول لحضراتكم كده على تركايه ازاي تعرفي البيكنج باودر شغال ولا مش شغال، تاريخ صلاحيته شغال ولا مش شغال، فعال ولا مش فعال. بتجيب شويه البيكنج باودر بتحط عليهم شويه ميه ساعين، اي ميه ساعه يعني ميه من الحنفيه، فار معاك زي الفوار كده اللي بناخده مثلا في ساعه لما يكون عندنا مشكله مع الكولون، اعرف ان البيكنج باودر زي الفل تمام مفيش مشكله منه. خلي بالك يعني طبعا لو انت حسيت او شكيت ان هو موجود بقاله كتير في المطبخ عندك، طبعا البيكنج باودر ما تحطش في التلاجة وتحط في مكان فيه تهوية مش مكان عشان الرطوبة. الحاجات دي مهمة، هو والخميرة عشان تقدر تستخدمهم اكتر من مرة، ده مطلوب. بيكنج باودر خميرة، الخميرة ممكن تشيلها في التلاجة مفيش مشكلة. هناخد القالب بتاعنا الحلو ده كده، والقالب غالب، ونحط المقدار ده كده مع بعض. عندك بقى شويه فروت سلط تحضريهم، عندك مانجا، هتطلع من فرن الكيكه الحلوه دي بعد ما تستوي ممكن نسقيها عصير برتقال، ده اختياري بقى. عندك عصير برتقال هتسقي لي الكيكه وهي سخنه، تقوم تشرب البرتقال. ممكن تخليها عادي من غير عصير برتقال، انا بديك فرصه انك انت تبدعي وتبقي احسن مني، لان هدفي انك تقف في المطبخ زي ما قالت الست ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكا. تبقى واثقه من نفسك كده، يجي لك ضيوف، تعملي عزومه، ولادك حابوا ياكلوا حاجه من ايدك، الحاجات دي كلها تعمليها وانت ايه زي الفل. هنسوي المقدار ده كده وناخد الكيكه الحلوه دي في قلب الفرن يا عم الشيف. ودايما يقول لك يا عم الشيف الميه تكدب الغطاس، بتعرف تعوم انزل عوم. الكيكه هنا شايفينها مع بعض، مخرجنا الجميل جايبها بالشكل ده كده، هندخلها الفرن بالشكل ده كده ونشوفها هتبقى شكلها ايه، هتطلع هتنزل احنا مع بعض. نظبط فرننا كده ويلا يا ست الكل مع السلامه. نبص عليها كده نظرة الوداع، حلوة وكيكة مكوناتها
بسيطة وسهلة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ولكن من غير بيض. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف إيه حكاية شيخ المحشي وليه سموه شيخ المحشي، ونعمله فتة النهاردة اللي هو البتنجان اللطيف الحلو. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف ايه حكاية شيخ المحشي. شيخ المحشي يطلق على البتنجان وعلى الكوسة في حالة حشواه بدون رز، يعني لحمة مفرومة وبس. هل ده تبذير؟ لا، ده ابتكار، ده إبداع. تعالوا نشوفوا مقاديره على الشاشة. معانا بتنجان عروس وجايب الأبيض، مجبتش الأسود عشان يبان مع اللبن كده لطيف وجميل. ممكن نستخدم الأسود بس أنا حبيت الأبيض النهار. ومعانا لحمة مفرومة، ومعانا طحينة، معانا زبادي، ومعانا بصلة ناعمة، معانا فصين من التوم، ومعانا شوية بقدونس ناعمين، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. أول حاجة هاخد المفروم ده أهيئه. حلو؟ ويا سلام لو مفروم ضاني. في نسبة دسامة شوية. حلو؟ الشكل ده كده. ده مفروم ضاني. وفي نسبة دسامة شوية. ونحط عليه شوية بقدونس ناعمين. حلو قوي. شوية بصلة ناعمة. فص ثوم ناعم. ناعم لما بقول ناعم يعني مفروم ناعم. حلو الكلام؟ بالشكل ده كده. بهاراتنا كزبرة، شوية بابريكا بحبها دايما ما تدي طعم كده، وشوية شقاوة في الطبق. لازم تجيبي نوعية بابريكا حلوة. شوية كمون، ده كله على المفروم. والملح بتاعنا. حلو الكلام؟ زي الفل يا عم الشيف. وبشرة فلفل اسود من ايدك الحلوة، طازة كده. كده هيئت اللحمة كأنك هتعملها كفتة. تسلم ايدك يا عم الشيف. كل المقادير دي مع بعض بقلبها بايدي. حته لحمه، نقف محطه كده بيجي على بالي شويه حاجات كده احب اقولهم. يعني دي محطه اسمها محطه الابداع. لما اقول محطه الابداع يعني بفتح لك الصوره، تقدري تنوعي وتشكلي زي ما انت عايزه. زي ما انت شغاله كده الاولاد مستعجلين، تجيب رغيفين عيش شام وتضربي فيهم اللحمه دي كده وتبقى عملت حواوشي. حلو قوي يا شيف والله. تمام. بنفس المكونات دي تجي عاملاها داوود باشا. شويه رز بالشعريه وزي الفل. نفس المكونات تحت ايدك اهو. حلو. بنفس المكونات دي يا عم الشيف وجونا عاملين كفته مع البطاطس. حلوه. حته اللحمه اتلمت مع التوابل مع البهارات زي الفل. لغايه كده احنا زي الفل. نجيب البتنجان متقور وجاهز. تعالي بقى اقول لك على حاجه حلوه. تقابلي صاحبتك في الشغل، تقابلي جارتك. البتنجان بنجيبه من عند الراجل، نقوره وبنسيبه يتحط في التلاجه، بيبقى قلبه اسود. بنجيب الكوسه نفس الطريقه. اقول لك على تركايه حلوه عشان خاطر الحبايب. بتجيبي ميه ساقعه أو من الحنفية، عشان لو قلت مية ساعة تقول مفيش تلج وأجيب مية ساعة منين وما عندناش، لا خالص، مية من الحنفية. حلو؟ تمام. وآخد المية دي يا عم الشيف أحط فيها ورقتين نعناع حلوين. شفت بقى لما نحب نجود بقى، ده التجويد الإبداعي. ده ورق نعناع أخضر. بهيئ المية دي أو الشوربة دي أو المرقة دي أو البيون ده أهو، او المنقوع ده للبتنجان. اصبحت الميه هنا فيها ايه؟ طعم النعناع. حلو قوي. عصره ليمون بقى مشروب شهير، ليموناتا. حلو قوي. بس من غير سكر يا سكر. شويه ملح. حلو قوي. كمان شويه فلفل وشويه كمون في قلب الميه. خلي بالك الكلام ده ليك انت وبس عشان بتتابع القناة الأولى. ها؟
هنا التركايه بقى، وانا لو خدت البتنجان وقورته وحشيته حد هيقول لي حاجه؟ اي حاجه طبعا الواد بيعملها خلاص، بيقول لك الشيف ده خبره يا عم، احنا وراه ندوق وخلاص ونغمس. اه حطينا ميه، حطينا نعناع، ليمون، ملح، فلفل، كمون، اصبحت الميه هنا مختلفه، خدت طعم وشكل تاني. اخد البتنجان يا ست الكل زي ما هو كده، لو ابيض او اسود، وانقعه في الايه؟ في الشوربه دي او الميه دي. اه وهينزل اي، اول ما تشرب ميه هتلاقيها نزلت تحت لوحدها. اه بصي قوية كده، بص اهي هتلاقي خلاص نزل، شفتي؟ اه ونبدا ان احنا نغرق دول كلهم كده. اه واحنا شغالين مع بعض، سيبهم حطهم في الثلاجه. اه اصبح البتنجان من جوه خد طعم، شفت الجمال؟ لان احنا هندخل اللحمه المفرومه على بتنجان جوه نسبه الحديد والاكسده فيه عاليه، فمسود بتنجان موز تفاح نسبه الاكسده فيه عاليه من جوه السواد، فانا هنا لما بحطه في المنقوع ده كده بهيئه. اه شويه بتنجان سكر، اه زي الفل يا عم الشيف، تمام. سيبهم في التلاجة من بالليل، سبتهم يوم ما فيش اي مشكله، البتنجان مش هيحصل له حاجه، عملتهم زي ما انا عملت دلوقتي كده. ونبدا نحشي معانا البتنجان وفي طاسه على النار شديده الحراره او صينيه زي اللي معايا دي كده حسب الرغبه، لان البتنجان ده يا ست الكل هيتحمر بعد ما يتحشي. اهو كانك بتحمري كفته. البتنجان في السائل بتاعه اللطيف الحلو بياخد لون حلو من جوه، بياخد طعم حلو. ودي تركايه سجلها عندك كده عشان تبقى انت عندك انت وبس. اهو ميه، نعناع، ليمون، ملح، فلفل، كمون. وناخد اللحمه المفرومه دي كده ونبدا نحشي مع بعض واحنا شغالين. حلو الحشوه هنا، احشيها جامد، مفيش لا رز بقى ولا مشكله هتواجهنا. دايما لما نحشي المحشي او نعمل محشي كوسه او بتنجان نحط في الاعتبار ان الرز هيستوي جوه الكوسه والبتنجان. هنا مفيش رز، فتمليها لحمه مفرومه، خليكي كريمه وهنستاهل كرمك. اهو افضل ميه منها، الله عليك، وادخل اللحمه المفرومه دي مكانها بالراحه كده. اهو وتن وراها لغايه لما احشيها جامد على الاخر. الاكله دي جنسيتها ايه؟ منشاها ايه؟ حلو. الاكله دي من المطبخ الشامي او المطبخ السوري، سموها شيخ المحشي. ويا سلام لو حطيت لها شويه صنوبر كده متحمصين في قلب اللحمه المفرومه، انت بقيتي كده حته تانيه وشغل تاني، اصبح شيخ المحشي. اهو شفت ازاي؟ اهو محشيها جامد عشان البتنجانيه لما تستوي ما تهبطش مني. اهو واتاكد كده، ادوس عليها كده. اهو واقفلها كده زي الفل. نعم يا غالي. لا مش هتطلع هنا، فين ده؟ العكس العكس، قولنا دي يا شباب العكس. لو هي فيها رز طبعا الطريقه دي ما ينفعش خالص، مش هينفع يبقى محشي خالص، هتبقى بقى هنا هريسه، فلازم تتحشي بالشكل ده كده. اه واحنا شغالين مع بعض. اه نحشيها كده اهو بقلبي جامد وعلى مسؤوليتي. اه تاني عندك شويه صنوبر يبقى كده شيخ المحشي حقيقي وحقيقي كمان. اهو خد شوية لوز فلة. أوه. بس انا يعني لو جبت الصنوبر يا شيف صنوبر يا راجل يا طيب، اللوز يا لوز يا لوز، فانا معاكم واحدة واحدة، مقادير في متناول الجميع. دوري ان انا بديك افكار باقل تكلفة تقدر تنوعي من المطبخ بتاعك، تقدر تشكلي كل يوم ولادك ياكلوا صنف مختلف، ولكن من نعم ربنا علينا هي نفس المكونات، بتنجان ولحمه مفرومه، كانك هتعملي مسقعه. بس تخيلي بتعمليها بقى فته واسمها فته ايه؟ شيخ المحشي. احشيها كده على الاخر. واتاكد ان اللحمه بتخش جوه للاخر. لأن يعني البتنجناية متقورة صح.
طب قلب التقويره بتاع البتنجان ده يترمي؟ لا. ممكن تعملي بيها ايه؟ شويه شوربه، تعمليه بابا غنو، او متبل يتشوي او يتحمر في الزيت، وبعد ما يتشوي تحط له معلقتين زبادي معلقتين طحينه، وعملت سلطه البتنجان بالزبادي والطحينه، او متبل البتنجان او بابا غنو. حلو اهو، شفت ازاي بسهل عليك؟ مفيش حاجه تترمي من ايدك ولا يكون في تبذير في مطبخك، انت وزيره الاقتصاد جوه البيت. ادي البتنجانية وحش، حد يجي يساعدني، ساعدوني بدعوة حلو وبقلبكم الحلو. تسلم ايدك يا شيف والله. ده البتنجان ده احنا محددين اقامته، مسقعه او مقلي جنب شويه طعميه. نجيب البتنجان العروس ونخليه شيخ المحشي طبعا. واتاكد ان هي اتحشت. مخرجنا الجميل لو حابب تطلع فاصل اطلع فاصل، ما عنديش اي مشكله، انا لسه بالي طويل. انا هقعد احشي البتنجان ده كله على فكره، انا عايز اعمل ايه شويه فته كده حلوين، واعزم الجيران وحبايب الجيران. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير. معانا كيكه بدون بيض، فيها حليب وفيها زبده، لها تفاصيلها معانا في الفرن، ومعانا الشيخ المحشي بنكمل حكايته مع بعض، وهنرجع لشويه فطاير حلوين باللبنه والزعتر. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. شيخ المحشي بتنجان قورناه، حطيناه في منقوع بتاعه، ميه، ليمون، نعناع، شويه ملح، شويه فلفل، خدت وقتها البتنجانيه اتدلعت. تعالوا نحمره مع بعض. نعم وارد، انا حشيت البتنجان ده وده باقي عندي، اعمل فيه ايه؟ تبذير انا ضد، خليك اقتصاديه كده في مطبخك. يتحط في الميه اللي انا عملتها من شويه، ويتحط في الثلاجه، يقعد معاكي اسبوع على مسؤوليتي. تعمليه بقى محشي بلدي بقى بتاعتنا بالطريقه الحلوه الجميله، تعمليه مع دولمه، تعمليه مع شيخ، تعمليه مع محاشي مشكله، زي ما انت عايز. حلو الكلام؟ ايوه. بس تعالوا مع بعض نحمر البتنجان بتاعنا. زيت زيتون في قلب الصينيه كده، حلو، ونسقط البتنجان في قلب الصينيه وياخد الايه الصدمه كده. اللهم صل على النبي. ده كاليماري ولا بتنجان؟ شبه الكاليماري للتحميل لما نحشيه. في قلب النار. حلو قوي، سيبه يعيش مع نفسه. يا ام سهل، حمر البتنجان نجهز حاجه الفته اللي هي عباره عن طحينه وزبادي، عصره ليمون، ثوم. هجيب نوع شكل البتنجان على فكره، الله، حط الطحينة مع الثوم مع عصير الليمون، خلص كده الايه، شوية ثوم حلوين كده، عصرة ليمون حلوة، قلبهم مع بعض، شوية الملح، نعناع يابس، نعناع الناشف ده مهم جدا، ونقلب دول مع بعض من غير ما يخش النار. طبعا الكل دلوقتي هيقول لك الشيف مغازة ينزل بالزبادي والطحينة على البتنجان. غلط غلط. زبادي، طحينة، عصير ليمون، ثوم، ملح، نعناع، زي الفل. نشيل كل حاجه ملهاش عوزه ونشوف اخبار البتنجان وصل لفين. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟
انت متاكد ده بتنجان يا شيف؟ ده حمام. ايه الحلاوه دي؟ محشيه لحمه مفرومه. عرف ده شيخ المحشي؟ ده شيخ المحشي. تحميره لازم استنى عليها لما تتحمر. انت بتهزر بقى؟ بقول لي اللحمه المفرومه تطلع من البتنجانيه زي الفل. نجيب طبق الفته بتاعنا الجميل الحلو ونحضره. العيش الجميل مقرمش حلو ده كده، اللهم صل على النبي. ونجهز طبق التقديم بتاعنا. حاضر يا غالي. بقول لك كيكه، اخبارها ايه؟ المال الحلال ربنا بيبارك فيه. تتحرق مين يا راجل يا طيب؟ ادي الفته بتاعتي الحلوه بنجهزها. خلونا نطلع الكيكه نبص عليها كده. طبعا انا غطيتها عشان تكمل سواها. بص على الكيكه الحلوه في قلب الفرن ما شاء الله. هعمل حركه لطيفه دلوقتي، هسقيها برتقال، هسقيها برتقال واحط على وشها شويه سكر بودر حلوين. اللهم صل على النبي. حلو. لا اللون ده ما يقلقكيش اهو. حلو الكلام. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا عصير برتقال. يا سلام. اسمع الصوت الحلو ده كده، اسمع الصوت ده كده. هو ده هو ده هو ده اهو. الميه تروي العطشان، عصير البرتقال في قلب الكيكه. كيكه بالبرتقال وجواها برتقال وشربانه برتقال وعطشانه برتقال. هتشرب كل ده ما تقليش. الله الله على شريحتين من الكيكه الحلوه دي كده. فطار الصبح فيتامين سي بطريقه غير مباشره. سيبها لما تشرب، ما تستعجليش عليها. تحطها في التلاجه، ممكن تحطها في التلاجه عادي بقلب جامد. حلو الكلام. نرجع لشيخ المحشي. ايه الاخبار؟ بص على الحلاوه. زغليله اهي. شفت الحلاوه دي؟ شفت الحلاوه دي كده؟ الله تسلم ايدك. ريحه الضاني طالعه من جوه البتنجنايه. ريحه اللحمه الضاني بتتكلم اهي. زي ما انا شغال كده. هو ده الكلام. معانا صوص طماطم. يا ويلي. صوص طماطم عادي. طماطم مضروبه في الخلاط. خدت فص توم، خدت بصلايه ناعمه. خدت التوابل بتاعتها بالشكل ده كده اهو. اللهم صل على النبي. واسيبه على النار بقى استوي. وعندي شويه شوربه. ايه يا عم الشيف؟ ده البتنجان كبرنا معاه مسقعه او بابا غنوج. سيبيه على النار يا حاج، متقلقيش منه خالص. ده بقدونس زي الكبابجي كده. لما احط بقدونس مع الكباب اعتبري ده كباب بالبتنجان. في قلبيه. حلو. تعالوا مع بعض نشوف ايه حكايه الفطاير سريعا كده مع بعض. فطاير باللبنه والزعتر. مقاديرها على الشاشه. فطاير باللبنه والزعتر. مقاديرها على الشاشه. نعم. عينك الحلوه. بص الحلاوه. حلو. فطاير باللبنه على الشاشه. لبنه وزعتر وتوست. لبنه وزعتر وتوست. مقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع. الكيكه معانا. تعالي يا حلوه كده زي الفل. رشه سكر كمان حلوه. الكيكه معانا. ايه كيكة بالبرتقال، شربانة برتقال، غرقانة في البرتقال زي الفل. الفطاير
معايا النشابة ومعايا شريحة التوست، أوريك الفكرة. ونفرد التوست ده كده بالنشابة، شفت الجو ده كده؟ اه، ولا تعجين عجينة ولا تستنى عليها لما تتخمر ولا حاجة خالص. اه، وادي التوست بنفرده كده، رقيها جامد، رقيها، حط دي على دي كده نفس القصة. اهو نحط عليها دلوقتي الزعتر واللبنة ونلفها وندخلها الفرن. علمتك حاجة سريعة وبسيطة، دخلت المطبخ ولادك عايزين ياكلوا حاجة بسرعة، مستعجلين يا ماما، رايح النادي يا ماما، عندي دروس يا ماما، جعان يا ماما. اه، بس لازم التوست لما تجيبيه من عند البقال او من المخبز يكون مقفول عشان يتفرد معاك ما يطبش منك. المخبوزات عشان تبقى طريه بتغطيها طبعا من العوامل الجويه او الهواء، يا اما بشاشه يا اما برابل اللي هو البلاستيك التغليف. اه، عجبنا قوي الصوت بتاع شيخ المحشي، صوته عالي لانه شيخ المحشي. زي ما انا شغال كده، كفايه دول عشان وقتنا؟ كفايه دول يا عم الشيف، ورينا الفكره. حاضر يا فندم. معانا زعتر ومعانا لبنه، بناخد الزعتر السوري الحلو ده كده بالسمسم، ونحط عليه اللبنه وزيت زيتون، وخلص الكلام. ما تحطش اي حاجه تانيه، لا بصل ولا دي لبنه كلها كده، وادي زيت الزيتون في قلبيها، ونقلبهم مع بعض. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده، ايه الفطق دي. على فكره تتاكل كده، دي طبق مقبلات لوحدها، لبنه وزعتر معاها توست. جيب البايركس الحلو ده كده، واحنا شغالين مع بعض عشان ندخلهم الفرن، رشه زيت زيتون. تسلم ايدك زي الفل، رشه زعتر حلوه في قلب الصينيه. شوف الفكره الحلوه دي كده اهو، وادي شريحه التوست معانا، وبعمل الحركه دي كده. والفها كده واحطها هنا كده. الله عليك يا عم الشيف، انت ريحتني. انا بقعد اعجن عجينه، بعد ما اعجنها اسيبها تتخمر وافردها دقيق. اه، تاني. اه، شرايح التوست لازم تكون طازه. لفها كده طريقه تانيه. اه، دي أكبر شوية عادي. آه، لبنة، زعتر، زيت زيتون، عايزاها سبايسي قوي حط شوية بابريكا، بس خليها كده هادية وزي الفل. حماتك، أطفالك، مامي. آه، الفرن جاهز؟ جاهز، نفس درجة حرارة الفرن 180 بعد ما تطلع الكيك. خلونا نلف دول كده، تبقى عرفت الفكره. هتعمليها على الرواق، معكيش بقى لا مخرج ولا حد يقولك وقت ولا حاجه خالص، انت في المطبخ الملكه والوقت وقتك. اه، انا دوري ان انا بفتح لك افكار وبديك فرصه في المطبخ باقل تكلفه ممكنه تقدري تعملي اطباق جديده لاولادك عشان ياكلوا من ايدك، تنوا طول النهار بره جعان مفيش اي مشكله، مطمئن لما يروح البيت هيلاقي مامي عامله الاكل زي الفل.
هندخل شرايح التوست دي يا عم الشيف زي ما هي كده، ما حطيش عليها حاجه خالص في الفرن. اهي اللهم صل على النبي. مع السلامه يا بيضه. بص عليا يا غالي، هو ده ايه الحلاوه والجمال ده؟ اقل تكلفه ممكنه. تعالوا نكمل شيخ المحشي مع بعض بسرعه عشان وقتنا خلص. بتنجان هدي معايا، والخلطه اللطيفه الحلوه، باخد البتنجان كده والخلطه دي كده، اللهم صل على النبي. اه ومعانا الزبادي والطحينه كده. انا خلصت كل القصه يا عم الشيف. باخد الشوربه الحلوه دي كده، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص هو ده هو ده هو ده. اه البهريز ده ينزل كده على العيش اهو يا ام، ينزل على العيش اهو. غرقي العيش الصلصه الحلوه دي كده. نعم، ما فيها شوربه يا ابن الحلال، مش دي لحمه ضاني وحطيت عليها صوص طماطم وشوربه غليت فخدت طعم اللحمه الضاني؟ يعني طبق الفته حقي وحقيقي اهو. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد البتنجان ده نرصه على وش الخبز. تعالى يا عم الشيخ، اسمه شيخ المحشي، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الاكله الجميله الحلوه دي؟ الاولاد اكلوا والضيوف اكلوا لحمه ضاني جوه البتنجان الابيض الحلو ده كده. حاضر يا فندم. شفت الحلاوه دي كده؟ بقول لك عايزين نختم يا شفنا، وقتك خلص. رفكش انا اذا كان عليا عايز اقعد لبكره واقف هنا شغال. شفت الحلاوه؟ حلو اهو. ننزل بالزبادي، الله، طبق فيه حكايه فيه حدوته. يا سلام، هو ده. عارف بيقولوا لي ايه؟ في نص نوبر. هو ده لسه ما خلصتش. لازم التركية دي على الزبادي كده، لازم الشكل ده يطلع كده. ألف هنا وشفا للي ياكل. دي الفتة بتاعتنا النهاردة، فيها لحمة فيها شوربة فيها كل حاجة حلوة. عاملين معاها النهاردة ايه؟ عاملين كيكة بالبرتقال وغرقانة في البرتقال. حلو الكلام. عرفت فكرة عمل فطاير بسيطة وسهلة من غير ما تعجين عجينة ومن غير ما تقعدي تستنى عليها لما تتخمر؟ بتجيبي كيس توست وتعملي زي ما انا عملت كده، مش عايزاها باللبنة ولا بالزعتر، ممكن تحشيها لحمة مفرومة، بس اللحمة المفرومة هنا تكون متعصجة يعني تكون مستوية. هنطلعها، نطلعها هي استوت، سبحان الله، مرزق يا عم الشيف. هو دي كده اهو. على فكرة دي افطار حلو قوي على فكرة، وجبة عشاء لطيفة اهي. الله، تعالي يا ست الكل. تفاصيلنا صغيرة ولكن لنا هدف كبير. ازاي تقف في المطبخ تعملي حاجات حلوة لولادك؟ فتة، شيخ المحشي، كيكة بالبرتقال، فطاير التوست الجميلة الحلوة باللبنة والزعتر. مطبخنا على شاشة القناة الأولى دائما وأبدا، وما زلنا إن شاء الله تعالى فيه الرؤية والإبداع والفن. منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.